السلام عليكم ورحمه الله وبركاته اهلا بكم ابنائي وبناتي طلاب الصف الثالث الاعدادي مع درس جديد من دروس ماده العلوم بحل معاكم النهارده ان شاء الله محافظه اسيوط الفصل الدراسي الثاني ماده العلوم اكمل ما ياتي العمليه التي يتم فيها فقد الكترون او اكثر تسمى عمليه عمليه اكسده سي سي او 3 اللي هو كربونات النحاس بيدي اكسيد نحاس وبيدي غاز ثاني اكسيد الكربون بيتصاعد تنتج الاعمده الكهربيه تيارا مستمرا في بدايه التفاعل تكون نسبه تركيز المتفاعلات 100% وحده قياس الاشعاع الممتص هي الريم ومسألة بتقول احسب كمية الكهرباء اللي بتمر في موصل مقاومته 2200 اوم لمده دقيقتين عند توصيله بمصدر جهد 220 فولت. خلي بالك انت عاوز كميه الكهرباء كاف بتساوي شده التيار في الزمن. عندك الزمن دقيقتين انت شغال بالثانيه الدقيقتين ب 120 ثانيه يتفضل شده التيار تجيبها منين؟ لو قسمت فرق الجهد على المقاومه اللي هي دي هيديك شده التيار يعني هتقسم 220 اللي هو ج على 2200 اللي هو الميم بتاعة المقاومة هنضيع صفر مع صفر على 22 فيها الواحد على 22 فيها العشرة هتضيع الصفر ده مع الصفر ده هتطلع 12 والوحدة كولوم طبعا انت معاك الآلة الحاسبة السؤال الثاني اكتب المصطلح العلمي مادة تزيد من سرعة التفاعل الكيميائي دون أن تشترك فيه والإجابة هي العامل المساعد أو العامل الحفاز وحدة قياس القوة الدفع الكهربية والإجابة هي فولت التحول التلقائي لأنوية ذرات بعض العناصر الموجودة في الطبيعة للوصول إلى تركيب أكثر استقرارا اللي هو النشاط الإشعاعي الطبيعي الصفة التي تظهر في جميع أفراد الجيل الأول في تجارب مندل الصفة السائدة اكتب المعادلات الرمزية الموزونة خرسين مع حمض هيدروكلوريك يبقى زد ان الخرسين مع 2 HCl حمض الهيدروكلوريك المخفف اللي هو دايل دي اي ال هيدينا كلوريد الخرسين زد ان 2 زائد الهيدروجين h 2 يتصاعد. اضافه المغنيسيوم الى كبريتات النحاس المغنيسيوم MG زائد كبريتات النحاس اللي هي CUSO4 طبعا هيحل المغنيسيوم محل النحاس هيدينا MGSO4 زائد اللي هو السي يو النحاس يترسب. قارن بين صفه العيون الواسعه والضيقه من حيث نوع الصفه. العيون الواسعه الصفه ايه يا جماعه؟ السائده والعيون الضيقه متنحيه. السؤال الثالث اختر الاجابه الصحيحه. تتغير قيمه مقاومه موصل كهربي في دائره كهربيه عندما تتغير طبعا ابعاد هذا الموصل. تحل الفلزات النشطة محل هيدروجين المية وينتج نقط ويتصاعد غاز الهيدروجين بدن فلز ومية يبقى هيدروكسيد الفلز يتعكر محلول ماء الجير عند امرار غاز ثاني اكسيد الكربون من خصائص التيار المتردد انه متغير الشدة والاتجاه علل القدرة على لف اللسان من الصفات السائدة في الانسان لانه يتحكم فيها جين سائد السؤال الرابع بيقول صوب ما تحته خط. تزداد سرعة التفاعل الكيميائي بانخفاض درجة الحرارة طبعا بارتفاع درجة الحرارة. تتناسب شدة التيار المر في موصل تناسب عكسي مع فرق الجهد وطبعا طرديا. ده قانون اوم. الصفات المكتسبة تنتقل من جيل إلى آخر وطبعا هي الصفات الوراثية. ماذا يحدث لشدة التيار الكهربي المر في دايرة لو قل طول سلك الريوستات؟ طبعا لما السلك طوله بيقل المقاومة بتقل. على طول يحصل ايه؟ تزداد شدة الطيار لأن المقاومة هيحصل يا شباب؟ هتقل. عند تلقيح نبات بسل أصفر القرون نقي. ما أصفر القرون تبقى صفة متنحية. مع نبات بسل أخضر القرون نقي. طبعا تنتج الافراد كلها ذات قرون خضراء لان صفه اللون الاخضر في القرون صفه سائده وده حسب مبدا السياده التامه بالنسبه لمندل وبكده نكون حلينا مع بعض محافظه اسيوط اللي هو 2017 انتظرونا في حل امتحانات اخرى كتيرة اشكركم والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.